اخواني اخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا البرودكاست النقابي السادس. كما كتعلموا حنا تنتواجدوا في مدينه الداخله في الملتقى الدولي لرجال البحر في النسخه ديالو الاولى. اولا وقبل كل شيء تنشجع المنظمين ديال التظاهره، فهي تظاهره ناجحه بامتياز وكتعرف حضور وازن اكثر من 28 دوله اجنبيه. اذا البعد الدولي ديال التظاهره حاضر وبقوه. ثم بعد ذلك احنا جميع المبادرات اللي كتعني رجال البحر او لا تعني الميدان البحري المغربي فهي مرحب بها. غير السؤال ديالي تيتوجه للبحاره ورجال البحر، التظاهره قد قداش ولكن ما تنشوفوش البحاره ديالنا موجودين معنا. وانا باسمي واصاله عسون نيابه على جميع البحاره ديال الضمانات، هذه فرصه باش نحضر هنايا باش نعرفوا بالقضيه ديال الضمانات وقضيه تنفيذ الاحكام ديالها. وهذا غير مشكل برمي مشاكل العديده ديال القطاع، غير هو وجب مثلا ايجاد حلول للقطاع. فبرنامج التظاهره يعرف الاقتصاد الازرق او ايضا حمايه البيئه، كما يعرف ورشه تخص الصيد البحري والملاحه التجاريه. وفي الملاحه التجاريه دائما هذه بادره طيبه باش يمكن نقترحوا حلول تكون ناجعه للنهوض بالقطاع البحري المغربي في شقه ديال الملاحه التجاريه. على امل اللقاء بكم ان شاء الله في البرودكاستات المقبلين. اليكم تحيات الزين محمد عدنان الكاتب العام لنقابه الملاحه التجاريه المضويه تحت لواء الاتحاد الديمقراطي للنقابات في المغرب.